مشاهدي ومتابعي تلفزيون اليوم السابع، احنا النهاردة في بث مباشر من امام منزل الراحل الرئيس محمد انور السادات بطل الحرب والسلام، وذلك بالتزامن مع وفاة زوجته السيدة جيهان السادات والتي توفيت اليوم عقب صراع مع المرض. وقد نعت رئاسة الجمهورية السيدة المناضلة جيهان السادات لما قامت به من وقوف بجوار الرئيس الراحل محمد انور السادات في اشد المواقف. احنا دلوقتي في بث مباشر من داخل قريه ميت ابو الكوم، مسقط راس الرئيس الراحل محمد انور السادات، وبالتحديد من امام منزله، بالتزامن مع وفاه السيده الراحله جيهان السادات والتي توفيت اليوم عقب صراع مع المرض. معانا احد الاهالي هنا، عرفنا بنفسك. عبد العزيز عبد الحميد داوود. قول لنا كده، تعرف ايه عن الرئيس الراحل السادات وعن زوجته؟ كان راجل محترم وراجل كويس وراجل جاب لنا السلام وجاب لنا الحاجات الحلوه طيب السيده جيهان السادات كانت بتنزل معاه هنا على طول؟ بتنزل معاها وكل حاجه، وست الله يرحمها كانت ست محترمه. هم لهم انشطه دايما هنا في القريه يعني؟ الانشطه ديت انا ما عشتهاش. بس هم يعني وناس عملوا حاجات كتير قوي للبلد وعملوا لمصر. عن هنا بيحصل شعبيه وحب جامد من الاهالي طبعا يعني. بيحبوه كلنا. كلنا بنحب الرئيس الراحل انور السادات والست حرمه. والناس كلها كانت بتحبه واحترمه، والدوله بحالها كانت بتحبه. لما عرفت الخبر النهارده زعلت؟ طبعا ده شيء طبيعي، لانها كانت ست محترمه وست كويسه وما شفناش منهم حاجه وحشه. دايما كان بيبقى فيه تعامل كويس هنا مع الناس لما كانت بتيجي مع رئيس الراحل انور السادات. كان بيبقوا مثلا متواجدين في القريه هنا ويتمشوا في القريه كده مع الناس. دي ما اقدرش. بس كان في دايما لما رئيس الراحل السادات كان بيجي وزوجته كان الناس بتروح له، بتدخل له البيت، بتروح له كل حاجه، كان بيطلع يصلي الجمعه هنا معاها. كان هي دايما بتيجي معاه باستمرار هنا في بلد. دايما دايما يا عم، ربنا يرحمه الف رحمه احلى يا حبيبي. تمام. مشاهدينا ومتابعينا عبر تلفزيون اليوم السابع، احنا من امام منزل الرئيس الراحل محمد انور السادات. هنا الاهالي اكدوا ان هو كانت السيده الراحله جيهان السادات زوجة الراحل محمد انور السادات بطل الحرب والسلام كانت في زيارات دائمه لقريه ميت ابو الكوم مع زوجها الراحل، وكان هنا بيجم البيت ده بيت الرئيس الراحل محمد انور السادات بمسقط راسه قريه ميت ابو الكوم التابعه لمركز تلا بمحافظه المنوفيه. زي ما احنا ماشيين معاكم ده سور البيت من الخارج. وده بوابه متحف الرئيس الراحل محمد انور السادات بمنزله بقرية ميت ابو الكوم. حالة من الحزن خيمت على جميع أنحاء قرية ميت ابو الكوم عقب تلقيهم خبر وفاة السيدة الراحلة جيهان السادات زوجة الرئيس البطل الشهيد محمد انور السادات بطل الحرب والسلام. احنا قدامكم في بث مباشر من امام منزل الرئيس الراحل محمد انور السادات في تزامن مع وفاة زوجته السيدة جيهان السادات اليوم عقب صراع قصير مع المرض. حتى زي ما احنا شايفين البيت بيت منزل الراحل مكتوب عليه دار السلام. دار السلام لرجل وبطل الحرب والسلام محمد انور السادات. احنا بث مباشر من امام منزله بالتزامن مع وفاة زوجته السيدة جيهان السادات اليوم، والتي توفيت اليوم
إسراء صراع قصير مع المرض. زي ما قلنا لكم ان في حالة من الحزن تخيم على جميع انحاء قرية ميت ابو الكوم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، وذلك عقب تلقيهم خبر وفاة السيدة الراحلة جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل البطل محمد انور السادات رجل الحرب والسلام. قدامكم في بث مباشر من امام الرئيس الراحل محمد انور السادات. أكد الأهالي أنها كانت دائمة الزيارة لقرية ميت أبو الكوم مسقط رأس الرئيس الراحل محمد أنور السادات. وأن عائلة السادات تحظى بشعبية وحب كبير من أهالي قرية ميت أبو الكوم والقرى المجاورة وأهالي قرى محافظة المنوفية نظرا لحبهم للرئيس الراحل محمد أنور السادات رجل الحرب والسلام. زي ما انتم شايفين بث مباشر من أمام منزل الراحل البطل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام بالتزامن مع وفاة زوجته السيدة جيهان السادات والتي توفيت اليوم عقب صراع مع المرض. زي ما احنا هنشوف دلوقتي قدامكم صورة كبيرة على مدخل قرية ميت أبو الكوم للرئيس الراحل محمد أنور السادات الذي يحظى بشعبية وحب جارف من أهالي القرية والقرى المجاورة وقرى محافظة المنوفية. من هنا من أمام منزل الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام كان معكم محمد فتحي مدير مكتب اليوم السابع بمحافظة المنوفية. دمتم في أمان الله ورعايته.